لتوفير طبعا اللحوم وما إلى آخره، أو كمان وزارة الأوقاف والتخوف بالنسبة لصلاة العيد ومين اللي هيلقي أو هيقول الخطبة، وخوفا من تسييس المسألة وتكون ساحة للاحتقان. فطلعت وزارة الأوقاف النهاردة وقالت أنه مش هيتم السماح لغير دعاة الوزارة أو علماء الأزهر الشريف بإلقاء خطب العيد في ساحات الصلاة المخصصة لهذا الهدف. احنا موجود معنا على التليفون فضيلة الشيخ محمد عز الدين وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم ومرحبا، وكل عام وأنتم بخير والشعب المصري كله في سعادة وفي أمن وفي رخاء. دعينا المولى عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يبعد عن الأمة الشرور يا رب العالمين. آمين يا رب إن شاء الله. فضيلة الشيخ عايز أتكلم على نوعية الإجراءات اللي هتتم للغرض اللي حضراتكم عايزينه يتحقق، يعني مدى الالتزام ويكون بالفعل هم دعاة الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف هم اللي هيخطبوا صلاة العيد، هتحكموا ده إزاي؟ هدفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى توحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة عملا بقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا 3465 ساحة على مستوى الجمهورية، ومساجد الأوقاف كلها في استعداد لصلاة العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. هدفنا كما قلت هو لم الشمل وجمع الكلمة والمصرح له بالخطابة كما بين معالي الوزير فيما قبل، الأزهريون فقط والخطباء في الريجو مراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، حتى تستقيم الأمور وحتى تنشر وسطية الأزهر الشريف وحتى يتعلم المسلمون أمور دينهم بسماحة ويسر كما أراد الله لها وكما أراد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله. أيوة يا فضيلة الشيخ، بس إحنا متخوفين يعني إن ده يتحقق على أرض الواقع، إنه ده يحصل فعلا، لأنه في كلام على صفحات جماعة الإخوان بيقولوا إحنا مش هنلتزم بالكلام ده، هندخل في ساحات الصلاة وهنخطب. إن شاء الله تبارك وتعالى هناك آليات هتنفذ في المستقبل، يعني إن لم يدرك الأمر كله إن شاء الله في المستقبل القريب السريع سيتم العمل بهذه الأمور، وهيكون في آليات قانونية حازمة وحاسمة أعلن عنها الوزير وسيعلن عنها بعد عودة معالي الوزير من الحج. في إنه الآليات القانونية دي هيتم العمل بيها في وقت صلاة العيد ولا فيما بعد؟ فيما بعد إن شاء الله، إن لم يتيسر في صلاة العيد، لأن المسألة محتاجة أعداد كبيرة من المنفذين لهذا الأمر. إن شاء الله هيكون بعد العيد إن شاء الله، بعد عودة معالي الوزير من الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا مش عايزين احتقان، مش عايزين مشاكل، فمش عارفة لو سألت حضرتك إنه بتنسقوا مع وزارة الداخلية لو حصل شيء لا قدر الله مع تهديدات موجودة، فيعني بيحصل ده ولا لا يا فندم؟ ان شاء الله تبارك وتعالى مش هيكون في احتقان، نسال الله سبحانه وتعالى بفضله في هذه الايام الطيبه المباركه ولعلها ايام استجابه الدعاء انه يوحد صفوفنا جميعا وانه يجمعنا على كلمه سواء، وانه سبحانه وتعالى يهدي العاصي منا، وانه صلاه العيد تخرج تكون عيد وبهجه وسرور على كل الشعب المصري وكل الشعب الإسلامي في العالم كله إن شاء الله. إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وانتم طيبين يا فندم. شكرا يا فندم.